يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أعمل في مركز تدريب مدربا، وقد يأتي للتدريب من يعمل في بنك محرم فأقوم بتدريبه؟ نعم، هل يجوز لي أن أعمل في مركز تدريب وقد مدربا وقد يأتي للتدريب من يعمل في بنك محرم فأقوم بتدريبه؟ تدربه مع النصيحة، تنصحه عن العمل في البنك الربوي، تنصحه عن ذلك. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وتدربه لعل الله يغنيك عن البنك، لعله يتدرب ويصير عنده خبرة ويرتفع عن البنك. نعم،